اهلا بحضراتكم من جديد مشاهدينا الكرام، وما زلنا في هذه المتابعه عن مؤتمر الاستثمار المصري الاوروبي، وينضم الينا دكتور سامح نعمان استاذ الهندسه وخبير الطاقه المتجدده. دكتور سامح بعد التحيه، يعني اهم المنافع ومدى جدوى هذا المؤتمر الهام الذي يعقد بالشراكه بين مصر والاتحاد الاوروبي. تحياتي لحضرتك وللسادة المشاهدين. هو حضرتك المؤتمر جاي في وقت حساس جدا بالنسبة للطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، لأن احنا عاملين مذكرات تفاهم مع أوروبا من سنة 2020، عاملين 22 مذكرة وتم تفعيل جزء منها في كوب 27، واحنا دلوقتي عندنا على مستوى شمال أفريقيا المنافسة الشديدة ما بين المغرب والجزائر وجمهورية مصر العربية في اتجاه أوروبا، لأن أوروبا بتتحول إلى طاقة متجددة وهيدروجين أخضر، وبالتالي بتتقرب إلى المغرب والجزائر نتيجة القرب. يعني المغرب بينها وبين أوروبا جبل طارق 13 كيلو في أضيق نقطة، وبعدين متوفر عندهم البايبز بتاعت الغاز هياخدوا منها الهيدروجين الاخضر. فالاستثمارات اللي هتيجي في مصر في هذا الوقت فهي بتعمل قوه دافعه لانتاجيه الهيدروجين وزياده المنافسه بالنسبه لاتجاه اوروبا لانتاج الهيدروجين وتصديره لاوروبا، فبالتالي وجود الاستثمارات هتفتح انتاجيه الطاقه المتجدده داخل جمهوريه مصر العربيه، هتفتح المنطقه الجاهزه لانتاج الهيدروجين الاخضر في العين السخنه والمنطقه الاقتصاديه، لان هناك في منطقه جاهزه خاصه لانتاج الهيدروجين الاخضر جاهزه من سنتين، والصندوق الطاقه او وكاله الطاقه الدوليه اقرت من سنتين ان مصر هتنتج لا يقل عن 8% من الهيدروجين الاخضر وليس الازرق، وتساهم به لانتاج العالم. واحنا عندنا في المنطقه الاقتصاديه منطقه خاصه كامله لانتاج الهيدروجين الاخضر، مربوطه بميناء العين السخنه بطريق بري خاص بالهيدروجين الاخضر، داخل الميناء موجود رصيف خاص لتصدير الهيدروجين الاخضر. صحيح. بدوافع تمت للمستثمرين داخل جمهوريه مصر العربيه لجذب المستثمرين لانتاج الهيدروجين الأخضر وعمل مصانع للأمونيا الخضراء حوالين مصانع الهيدروجين الأخضر. تمام. طيب دكتور سامح، يعني تحدثت في بداية كلماتك عن التنافس والتنافس العالمي، وهذا يتطلب في المقابل أن يكون لدى مصر مجموعة من الضمانات والمعايير والإجراءات والاستعدادات اللوجستية والاقتصادية والاستثمارية التي تؤهلها بطبيعة الأحوال للدخول في هذه المنافسة، وأن تكون واقفة على أرض صامدة وثابتة لمواجهة تحديات المنافسات العالمية المختلفة. حضرتك احنا عندنا اولا الانفراستراكشر او الاماكن اللي جاهزه للاستثمار مش هتتعمل، لا هي زي ما قلت لحضرتك موجوده جاهزه. تمام. ادي واحد، المناخ والارض لانتاج الهيدروجين الاخضر او المناخ اللي موجود علشان نطلع طاقه متجدده موجود، المساحه بتاعت الارض موجوده، لان احنا قلنا المثال ده اكتر من 10 12 مره، ان لو اخذت 5% من مساحه جمهوريه مصر العربيه هقدر انتج 50 جيجا وات ساعة، يعني اغطي استهلاك جمهورية مصر العربية وعندي فايض 15 جيجا. ده بالاضافة ان مصر سباقة على مستوى ده، ان ده اللي بيدينا التنافس لقدام، ان مصر سباقة لتصدير الطاقة الكهربائية المتجددة الى اوروبا عن طريق ثلاث محاور. المحور الاولاني غرب دمياط ب 120 كيلو ويطلع على قبرص على اليونان 3 جيجا، الخط الثاني طالع من شرق بورسعيد على مرسى مطروح على ايطاليا ثم الى قلب اوروبا في المانيا برضه 3 جيجا، الخط الثالث طالع من غرب اسيوط على شرق بورسعيد على مرسى مطروح على ايطاليا على المنطقه الصناعيه داخل ايطاليا ب 3 جيجا، دي كلها كهرباء طاقه جديده ومتجدده. المساحه عندنا موجوده، افضل مناخ على مستوى شمال افريقيا هو المناخ عندنا في جمهوريه مصر العربيه، الخبره موجوده، الاساسيات لانتاج الهيدروجين الاخضر هي الطاقه المتجدده وتحليه المياه، والاثنين متوفرين بكثره داخل جمهوريه مصر العربيه مع الخبره اللي موجوده.
ومكان المصانع موجوده، ما هي فاضل الا المستثمر، وهي دي فرصتنا النهارده ان المستثمر يتواجد، هيلاقي المنطقه جاهزه، عنده المميزات اللي اخذها بالاضافه الى منطقه. هناك مجموعه من الضمانات والاجراءات والتطمينات الفعليه والجاده التي تقدم للمستثمر الاوروبي لضخ امواله في مصر. الضمانات حضرتك موجوده، لان حتى لما بيجي يعمل الرخصه بتاعه المصنع بتاعه بتتكلف بيها وزاره الماليه كل ما هو موجود في الشهر العقاري، وزاره الماليه بتدفعه، كل المباني اللي موجوده لانشاء الطاقه الهيدروجين الاخضر وزاره الماليه بتتكلف الضرائب اللي عليها، كمان كل المعدات اللي جايه من بره الخاصه لانتاج الهيدروجين الاخضر ما عليهاش اي ضرائب. لما بيدي الذمه الماليه اخر السنه بيرجع له فايده من 33 ل 55% من الذمه الماليه اللي هو بعتها اخر السنه. وزاره الماليه بتضمن كل الاستثمارات اللي داخله في منطقه محور قناه السويس الخاصه بالهيدروجين الاخضر والطاقه المتجدده. رؤيه حضرتك لشكل وطبيعه العلاقه المصريه الاوروبيه، خاصه بعد ترفيع العلاقة فيما بينهما إلى مستوى الاستراتيجي. حضرتك أوروبا ما دخلتش المنطقة وبهذا الحجم إلا لشدة الاحتياج للطاقة، الطاقة النظيفة، لأنها بتبعد عن الطاقة الأحفورية من بداية من حرب روسيا وأوكرانيا، وعملت إقلال كامل لاستخدامها للغاز والوقود الأحفوري عندها. عطت فوق المباني بالذات المانيا وانجلترا بالامر فوق المباني السكنيه انشاء محطات طاقه شمسيه على حساب الدوله مش على حساب الافراد. كل ده بيتجه الى جميل جدا ان تقدم مصر هذه المجموعه والحزمه من التسهيلات والتيسيرات المختلفه. جزيل الشكر دكتور سامح نعمان، استاذ الهندسه وتطوير البنيه التحتيه، على هذه المداخله والمشاركه معنا. ومتابعتنا الاخباريه متواصله مع حضراتكم على شاشه قناه النيل الاخبار. تقبلوا تحياتي والى لقاء جديد.